السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالكم وندرلاند جالاكسي. فم اليوم ان شاء الله غادي نبداو السلسله ديالنا ديال الاكواد المهمه بالنسبه للهواتف اللي كتعمل بالاندرويد. فاليوم ان شاء الله يعني عندنا واحد الكود اللي هو مهم بزاف وغادي ينفعنا بزاف، كيتعلق يعني الدور ديالو هو انه كيف تقوي لنا البطاريه ديالنا. فكثير منا كيعانيو من هذه المساله ديال ان البطاريه في الاول كتكون مزيانه، من بعد كتبقى تضعف تضعف حتى كتولي ميته. فهذا الكود هذا ان شاء الله فغادي يقوي يعني تعاود يحيي البطاريه من جديد، لان تخدم بها يعني في السيستم يعني الداخل ديالها، فكيعاود ينقيها وكيعطيها واحد القوه انرجي واحده اخرى. فان شاء الله نشوفوا هذا الكود ان شاء الله ونكملوا الفيديو ان شاء الله. فإخواني كنديروا يعني نجمة دياز 9900 ثم دياز وكتعطينا هذه النتيجة هذه اللي هي هما بزاف ديال لي زوبسيون اللي عندنا. حنا إلا بغينا نمشيو يعني مباشرة فغادي نمشيو غادي نشوفو. أوكي فهاديك إخواني هذه اللي كتشوفوا الآن اللي فيها ميد في الاخر ديالها انا كليكيت عليها. فكاين اللي اغلبيه ديال الناس اللي ما عمرهم انا ديجا خدمت بهذا الكود هذا، فلهذا انا شغلته يعني برمجته على انه يدير لي الميديوم، حيت كاين الميديوم والهاي واللو. دونك بالنسبه للناس الاغلبيه اللي ما مخدميناش غادي يكون عندهم اللو، فيعني المنخفض والهاي مرتفع، ميديوم هو متوسط. انا برمجته على اساس يكون عندي متوسط، لهذا ديجا انا مبرمج عندي بالنسبه يكون متوسط. فإخواني ادخلوا هذا الكود هذا ان شاء الله باش وديروا ميديوم، ديروا لوبسيون ديال ميديوم وتشوفوا يعني الفرق اللي غادي يكون في البطاريه. فكيف كتشوفوا كاين بزاف ديال لي زوبسيون اللي بان لكم انكم تضغطوا على الضغط عليها، مي مزيان انكم تضغطوا على هذيك اللي غتلقاو فيها اللو وغادي ان شاء الله تشوفوا الفرق في البطاريه ديالكم، انها غادي تولي كتشد لا شارج مزيان، كتشارج دغيا وكتشد لا شارج مزيان. فاخواني وكيف ديما وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم، فالسلام عليكم والله يوفق الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.